مسرحية الشريف. مسرحية الشريف هي من إنتاج تعاونية أنيس الثقافية، واليوم رايحين نتحضروا إن شاء الله العرض الشرفي، يعني أو العرض الأول بصفة أحسن. وهذا العرض هو عرض بدعم من صندوق الإبداع الفني لوزارة الثقافة. طبعا العرض اللي كتبته أنا متحدث العمري كعوان، وأخرجه المخرج نبيل بن سكا مع ممثلين من خيرة النخبة الموجودة هنا على مستوى الجمعيات والتعاونيات على مستوى ولاية الصطيف. ومسرحية الشريف تقريبا نقولوا سيتان تام اكتواليزي، وين نحكيو على صناعة الأبطال، وين نشوفوا باللي قرية ما في مدينة ما حابين يخلقوا ذكرى باش يجلبوا الأنظار للمدينة تاعهم ويجيبوا السواح ويجيبوا السلطات، فخيروا شهيد من الشهداء تاعهم وداروا له تمثال ومتحف وداروا ان ايفينمون وعرضوا السلطات لهم في يوم في ليلة تدشين. يظهر لهم الشريف البطل اللي من المفروض يكون ميت. المشروع تاعهم تزعزع وخافوا من مصيرهم ومستقبلهم، ما لا طلبوا منه الكثير من المرات باش يغادر المدينة تاعهم، وعطوا له كل الحوافز وكل الوسائل باش يغادر المدينة، لكن هو انسيست باش يخش المدينة تاعو ويشوف موش ولادو، ولد التزم الأمر عليهم باش يقتلوه، وما قتلوهش الحروب وثورات، قتلوه برصاص الولادة تاعو.